السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصه للنجاح. بيانفوني نوتخشين اوبورتونيتي بور يوسيغ. من اجل دعمنا المرجو الضغط على زر اعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو 5 اماني دونسينمون بريمير من كتاب pour communiquer en français. اذا هذا الدرس هذا غادي نشوفوا فيه ايفالياسيون اي كونسوليداسيون. غادي نشوفوا فيه واحد النص ديال ليكتور اللي العنوان ديالو لا بروس ا دون ميوزيكال دو لويز لا باج 136 ديال اليونيتي 4. اذا كما تشوفوا هذا هو النص ديالنا ديال ليكتور اللي عندنا في ايفالياسيون اي كونسوليداسيون قلنا ديال اليونيتي 4 فيها العنوان ديالها لا بروس ا دون ميوزيكال دو لويز. اذا فرشاه الاسنان اللي تدير الموسيقى ديال لويز. إذا نحاولوا نقراو هذا النص هذا إن شاء الله باش نحاولوا نجاوبوا على لي كيستيون ديالنا. لا بروس ا دون ميوزيكال دو لويز. لويز افي بونسي ا اون انفونسيون ميوزيكال بور انكوراجي ليجيان بوكو دونتير. جو مو سوي سوفوني ريسامون دو سيت ميرفييوز ايدي كو جوري دو فير بروفيتي لا بروس ا دون ام بي 3. Il y a de nombreuses années, sûrement quand j'avais 8 ans, une notion toute relative de l'hygiène, je me disais que je perdais un temps fou à brosser des trucs qui ne voient jamais le jour, comme les recommandations beaucoup dentaires étaient de se brosser les dents 3 fois par jour pendant 3 minutes, c'était beaucoup de temps perdu à ne rien faire. Je me disais que franchement, ça serait bien d'avoir une brosse à dents MP3 qui diffuse une belle chanson de Yannick Noah durant le temps imparti. Et dans le salam, on va trouver le www.mademoiselle.com invention enfant. Et dans qui m'achète ce salam, tu y as l'air à la brosse à dents musicale ou l'extira de la fourchette les dents qui te donne la musique MP3 sous forme de MP3. Et dans قالنا بان هاد لويز هاد الطفله هادي بان شافت بان تيضيع الوقت بان باش نحترموا داك ليجيان بوكو دونتير يعني النظافه ديال الاسنان ديالنا. اذا حاولت دير هاد الفكره هادي تخترع واحد البروس ميوزيكال اللي تكون عندها تكون تدير الموسيقى لان قالك بان se brosser les dents 3 fois par jour pendant 3 minutes يعني باننا كل واحد خاصو يغسل سنانو 3 د المرات في النهار وفي 3 دقائق يعني هذا الوقت هذا تيضيع غير هكاك. علاش هي فكرات باش درنا واحد البروس ميديكال بروس ميوزيكال اللي نستافدو منها نكونو تنغسلو سناننا و اون ميم طون نكونو تنسمعو الموسيقى. اذا نمشيو نشوفو نجاوبو على لي كيستيون ديالنا. بالنسبه للسؤال الاول في جوب سيرفي جو ديكوفر قال كو فواتو سور ليماج. اذا شنو تنشوفو في ليماج؟ اذا اون فوا دي بروس ا دون. اذا عندنا فرشات الاسنان. السؤال الثاني اكوا سير اون بروس ا دون. لاش تصلح اون بروس ا دون؟ اذا بالنسبه للسميه ديالها راه مخوده منها. اذا ال سير ا سو بروسي لي دون. السؤال الاول في جو كومبرون قال كيلي لانفونسيون ا لاكيل لويز ا بونسي. فاش فكرات لويز في ان اختراع؟ اذا لويز ا بونسي. اذا ا بونسي كتبتها جوج مرات. اذا لويز ا بونسي. اذا نحاولوا نحيدوا هاد ا بونسي هادي. اذا كتبتها ودرت هنايا. اذا لويز ا بونسي ا اون انفونسيون ميوزيكال pour encourager l'hygiène bucco-dentaire. Sual Tiani, que penses-tu de cette invention? Je ne sais pas si c'est une invention. Et donc, c'est une belle invention qui encourage les enfants à se brosser les dents à l'aide de la musique. Sual Tiani, c'est que la brosse à dents qui diffuse de la musique est-il indispensable? Ou est-ce qu'il y a d'arrore, il y a une brosse à dents qui fait de la musique? Mais c'est d'arrore, il y a. Ou les enfants, Ramzian, c'est bon. اذا نو مي بور لي زونفون سي اون بون شوز. بالنسبه للاطفال شي جميل يكون في واحد البروس يكون فيها لا ميوزيك باش انكوراجيهم باش يبروسيو لي دون ديالهم. نمشيو جو رياجي او تيكست كالك جو كوني ولا كوني تو دوتر انفونسيون فيت بار دي زادولت. واش تعرفوا شي اختراعات اللي داروا بار دي زادولت يعني البالغين؟
الا كنتي تتعرف غادي تكتب. دونك انا حاولت نكتب لكم ان اورديناتور بلو فيت كو سون نومبر. اذا تخترع واحد لورديناتور اللي هو سريع جدا، اذا كيما شفتوا ان اورديناتور بلو فيت كو سون نومبر. وبالنسبه لي زونفون كاين واحد الاختراع اللي دار واحد الطفل اللي هو ان ميك انفونتي ان بو لاغويد كي امبريم دي جيف انيمي. اذا هذوك لي جيف ولا داك الصور المتحركه، واحد الشخص حاول اخترع واحد الحاجه اللي تتامبريمي هذوك لي جيف، يعني تخترعهم بشكل تيخليوهم متحرك. نمشيو للسؤال الثاني. قالك اتوي سيد انفونتي ان جوي سي وي ديكري لو. اذا واش فكرتي تخترع شي مره شي لعبه؟ الى اه غادي تحاول توصفو. اذا انا حاولت نكتب لكم بانني حاولت نصاوب واحد لا فواتور. اذا سي اون فواتور افيك دي بيل روشارجابل، واحد لا فواتور اللي تندار ليها لي بيل روشارجابل بلي بيل، يعني تتمشى يعني الكتريك بلي بيل. ايتان ليكتور ام بي 3، واحد ليكتور ام بي 3 دودون لي فاروس ديالها pour que chaque enfant joue et écoute de la musique، يعني كل باش كل واحد يلعب ويسمع الموسيقى. اذا هذا هو الاختراع اللي حاولت ندير انا. دونك كل واحد حاول يدير شي اختراع غادي يحاول شي لعبه يحاول يوصفها تما. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا برودكسيون دو ليكري، لا عفوا، اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هاد النص ديال ليكتور اللي العنوان ديالو كان لا بروسادون ميوزيكال دو لويز. نتمنى لكم التوفيق، شكرا لكم، شكرا لكل المتابعين الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درج جديد من الدروس تنقدمو في القناه، معلي الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، تلقاو اللينك ديالها في لابور ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.